السلام عليكم ورحمة الله. في قناة عبد السبور على كل حال اليوم رانا خرجنا شوية على من الدار على حوايج واحد اخرين. رانا في قاعة حرشة حسن على كل حال مقابلة بين فريق الهداف تي في ونهار اونلاين في الدورة الرمضانية تاع الصحافة. شوفوا معنا شوية مقابلة على الهداف مارفين في البلاطوات الكريكيتي واليوم راهم هما يلعبوا. على كل حال راهم فايزين 2-0 ضد فريق النهار اونلاين. راهو يلعب معاهم مترف هو اللي راهو داير الفارق في هذه المباراة. تابعوا معنا شوية اللايف، ريحوا معنا وشوفوا معنا شوية الفيديو. ها حسين مترف على كل حال هنايا معاهم، فريق قوي على كل حال، فريق قناة الهداف هو معول عليه كثير. صهير مترف حتى بقى في القاعات ويبان لعبه على كل حال. الإعلامي ميدو هو اللي راهو على كل حال. ميدو واش رايك في المباراة؟ دربي الهداف الله يبارك. ميدو ولفنا في البلاطوات كان هو يمد الأرقام ويعلق على المباريات. اليوم راهو مدرب الفريق ديالو. هاو مترف راح مترف لاعب قوي والله العظيم غير ما شاء الله. إعلامي ياسين والله أعطينا كلمة في قناة عبد السبور وفي هذه المبادرة اللي درناها على خاوتنا نترحموا عليهم اللي توفوا. السلام عليكم، رمضان كريم. مرحبا بي عندكم في قناة عبد السبور. راكم الآن في أجواء دورة الصحافة لكرة القدم داخل قاعة فوتسال، الطبعة الثانية دوزيام إيديسيون رمضان 2023. السنة درناها نذكروا بها 6 من توفى الله يرحمهم، المدرب القدير عبد الرحمن مهداوي، محفوظ قرباج، دنيا بوحلاسة، حمزة بركاوي، الحبيب بن علي، فوزي مواقي بن علي الله يرحمهم. كاين 28 إيكيب راهم مشاركين من مختلف المؤسسات الصحفية في الجزائر. الله يبارك، راهي اجواء رائعه، موفمون هايله، بيبليك، لي جورناليست راهم هنايا، اكثر من 300 صحفي راهم شارك، صافي بليزير. اتمنى ان شاء الله تبقى هذه الفرجه وهذه المتعه. واش رايك في المباراه؟ ومرحبا بهم، معناتها لي فان تاعك يجيو يتفرجوا، اهلا وسهلا، كل شيء راهو موفر لهم. بارك الله فيك. لي ماتش راك تشوف. واش رايك مقابلة على الهداف؟ عندهم فريق جميل. مترف حسين مترف راهو اكسيلون، راهو ما شاء الله. في الفورما وميدو راه مدرب، ميدو راه داير الامبيونس، راه مورينيو هكا. بارك الله فيك ياسين، صحيت هذا الاعلامي ياسين على كل حال كان معنا. هو راه في المنظمه الوطنيه للصحفيين، صحفي قدير على كل حال كبير. تابعوا معنا المباراه على كل حال. شوفوا ميدو راه كي مورينيو. مترف عمل فارق في هذه المباراة والله، لاعب كبير. مترف لما يشد الكرة والله العظيم غير لاعب كبير، مازال عنده إحساس، راه في ملعب كبير على كل حال. مترف عنده إحساس ويلعب في ملعب كبير. مترف الكرة تقع. Oh,
كبيرة هنا، قناة الهداف عندهم فريق كبير معول عليه كثير. هو معنا المصور أمين ثاني محترف، مصور صحفي غني عن التعريف. أنا منير صحفي قناة البلاد. هو معنا ثاني ما شاء الله. والله مترف غير لاعب كبير. هاو راح مترف، راح يسجل مترف، راح يسجل، راح يسجل. لا هاو مازال راح يسجل ويسجل، ها ويسجل مترف. على كل حال هدف على المباشر ويسجل مترف في التفاعل مع ميدو. والله لاعب كبير ما شاء الله. شكرا على متابعتكم معنا في قناة عبد الصخور. مازال نزيدو كاين فيديوهات، تابعوا معنا قناة عبد الصخور كاين فيديوهات، باسكو هذه القناة تابعة للصحافة على كل حال الجزائرية، من صحافة ماشي صحافة برك، صحافة الحيادية، نتكلموا غير الصح. وشوفوا الفيديوهات اللي انا حاطينهم على كل حال فيهم مصداقيه كبيره، وما نميلوا حتى الواحد، نميلوا غير مع الحق ان شاء الله. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم قناه عبد الصخور، وشاركوا في القناه وبارطاجوا الفيديو. سلام. ميدو كيفاش كانت المباراه؟ الله يخليك ماتش اون سيرسون. ها هو مترف عجبك؟ اه حسين يقدر هاي داسيني بريمير ديفيزيون ما شاء الله. بارك الله فيك يا مترف، الله يسرك. كانت مباراة لصالح اليوم بفوز فريق الهداف بستة مقابل صفر على فريق الصحراء. سلقوا مترف، مترف خويا كيفاش كانت المباراة؟ الله يخليك، كنت أحسن لاعب في الميدان على كل حال. على كل حال بارك الله فيك، تقدر تسيني مازال تقدر تسيني. سلام. لاعب حسين هاكو شفتو معنا مترف هو اللي يدي احسن لاعب في المباراة، يستاهل على كل حال. حسين طلعنا هاي